هذا وقد نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي الذي وافته المنية اليوم. وأعلن ديوان الرئاسة في الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق للـ29 من يوليو.